هاي. الأكل العضوي هو الأكل يلي بيتم إنتاجه بدون مواد صناعية مش طبيعية من مبيدات الحشرات لأسمدة كيماوية. خلال إنتاجها ما بيتم كمان تعديلها بالتعرض للإشعاع أو الإضافات الكيماوية. الدراسات العلمية ما أظهرت لليوم فرق واضح ومهم بين الطعام العضوي والطعام المزروع بالأساليب التقليدية من ناحية الأمان والقيمة الغذائية والطعمة. قبل القرن العشرين كانت الأساليب الزراعية تعتبر عضوية قبل ظهور المواد الكيماوية، وبالأربعينات نشأت حركة الطعام العضوي كردة فعل على الثورة الصناعية يلي غيرت أساليب الزراعة. إنتاج الأطعمة العضوية صناعة بتخضع لقوانين بتنظمها بالتفصيل، وهي مختلفة عن الزراعة المنزلية. وبالاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، كندا، اليابان وبلدان تانية لازم يحصلوا المنتجين على شهادة زراعية عضوية ليسوقوا منتجاتهم تحت هالاسم. ومن شروط الحصول على الشهادة مراعاة التوازن البيئي والمحافظة على التنوع الحيوي. سوق المأكولات العضوية شهد ارتفاع كبير بالسنوات الأخيرة، وصل من مليار دولار بال 1990 ل 22 مليار دولار ونص بال 2011، وحاليا عم تتطور هالصناعة بمعدل 10% كل سنة. أسعار الأكل العضوي ممكن تكون مرتفعة أكثر من غيرها لأنها بتخضع لعناية أكبر ومراقبة مستمرة. مين قال إنه لو ما ثبت طبياً تفوق الأكل العضوي على الأكل العادي، بيضل أورجانيك فود خالي من المواد الكيماوية يلي ممكن تسبب أمراض سرطانية؟ أنا قال شوفكم بكرة.